اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده زي ما عودنا حضراتكم عندنا رحله طويله ومهمه مع جدعان بلدنا، ولكن اسمحوا لي قبل ما نبدا رحلتنا النهارده اتكلم عن صناعه الدواجن. الدوله مشكوره عملت لجنه دائمه ومستمره هدفها النهوض بصناعه الدواجن وبحث جميع مشكلتها. دي لجنة مشكلة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصدر بيها قرار هام جدا من الدكتور مصام دبولي رئيس مجلس الوزراء. احنا ببرنامج الجدعان دائما نزور مزارع الدواجن سواء عند صغار المربين او كبار المنتجين، ودائما يتحدثون عن حلول الدكتور ممدوح شرف الدين عليه رحمة الله. ده كان رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وفي عهد هذا الرجل الفذ الذي أدار قطاع الدواجن باقتدار كان هناك ثلاث أمور هامة جدا لا يحيد عنها أبدا، وبالتالي استقرت الأوضاع داخل القطاع الدواجني وتوسع هذا القطاع بشكل كبير جدا. لغاية النهاردة ما بنقول أن حجم استثمارات هذا القطاع بلغت 90 مليار جنيه، والعمالة فمن 3.5 إلى 4 مليون عامل، وبالتالي كان قرار الدولة بضرورة حماية هذا القطاع الذي يوفر أرخص بروتين حيواني للمواطن المصري. الدكتور ممدوح شرف الدين عليه رحمة الله كان بيتبع مدرسة صارمة جدا، كان بيقفل الحنفية من المنبع حتى يظبط سوق صناعة الدواجن. احنا كلنا عارفين في صناعة الدواجن عدد مزارع الجدود وعدد مزارع الأمهات، ومن يستوردون الجدود ومن يستوردون الأمهات هي شركات كبرى. يعني عارفين حجم إنتاجنا سواء من كتاكيت التسمين أو من بيض المائدة، وبالتالي من الممكن أن نظبط حجم الإنتاج في القطاع الدواجني على حسب احتياجات السوق. يعني مثلا مصر محتاجة النهاردة 1.5 مليار فرخ التسمين سنويا. بسهولة جدا نقدر نحدد عدد الجدود اللي يقدروا ينتجوا الأمهات اللي تقدر تنتج كتاكيت تغطي السوق المحلي بالكامل. احنا كل محتاجينه 1.5 مليار فرخة تسمين. تاني حاجة كان بيلتزم بيها الدكتور ممدوح شرف الدين رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن سابقا عليه رحمة الله بتوزيع الانتاج الدواجني على مدار العام على أن يزيد خلال فترات المواسم والأعياد داخل جمهورية مصر العربية، وبالتالي يتوازى العرض مع الطلب ولا يمكن أن ينهار السعر. احنا النهاردة بنشوف فرخة 28 جنيه وبكرة نلاقيها عدت 100 جنيه، ونشوف طبق بيض 22 جنيه وبكرة نشتريه 60 و70 جنيه من داخل محلات السوبر ماركت. هذا الأمر لن يحدث إذا تم توزيع الإنتاج الدواجني، أيضا لن يحدث إذا تحكمنا في المنبع أو الحنفية زي ما قلنا حنفية الجدود والأمهات في صناعة الدواجن. ثالث حاجة يجب أن تبحثها اللجنة الدائمة المشكلة بقرار من الدكتور مصام دبولي رئيس مجلس الوزراء لإنقاذ صناعة الدواجن، هي وضع آليات محددة لتسويق الإنتاج الدواجني في مصر. احنا عندنا 1.5 إلى 1.6 مليار فرخة سنويا تنتج داخل القطاع الدواجني، ثروة كبرى يجب الحفاظ عليها وتسويقها بالشكل الأمثل وبسعر عادل لا يظلم المربي ولا يظلم المستهلك في نهاية الأمر. واللي عايز أقول لحضراتكم أن المربي دائما مظلوم، المربي مش عايز أكتر من اللي دفعه وعليها مش ربح بسيط جدا. الرجل ممكن يرضى بجنيه ولا نص جنيه في الكيلو جرام الواحد بعد 40 يوم شغل، يعني يدوبك يغطي تكلفته. إذا تحقق ذلك يمكن أن نضع سعر عادل للمستهلك في نهاية الأمر، ولكن أكرر أن دائما الخاسر في هذه المعادلة هو المنتج يعني المربي وأيضا المستهلك في نهاية الأمر. هي معادلة صعبة وبالغة الصعوبة في صناعة الدواجن، وعلى اللجنة الدائمة الخاصة بالنهوض بصناعة الدواجن أن تضع خطة محكمة للنهوض بهذا الإنتاج على مستوى الجمهورية والحفاظ على كل مربي في مصر سواء مربين صغار أو مربين كبار. هؤلاء هم عماد صناعة الدواجن في مصر، يعني هؤلاء ضخوا 90 مليار جنيه من استثماراتهم للنهوض بصناعة الدواجن والحفاظ عليها في مصر. دي قضية شديدة الأهمية، كيف يمكن أن ننهض بالقطاع الدواجني؟ والدكتور ممدوح شرف الدين عليه رحمة الله كان مدينا خطة محكمة لكيفية النهوض بهذا القطاع. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا إيه النهاردة في برنامج